او دفاعيا. انا مختار ثلاثه هجوميين وحالتين في الحاله طب يلا الدفاعيه. لو جاهزين جاهزين الهجوميه يا اسلام، قبل ما نبدا نعرض الحالات عاوزك تركز على الثلاث نقط اللي هنتكلم عليهم. بلال اتكلم في كلامه على نقطتين منهم، واحد مساحه اللعب اللي الاهلي بيشتغل فيها، ودي اربط معاها التقارب المسافات ما بين اللعيبه. رقم اثنين التحرك من غير كوره، ولا لعيب في النادي الاهلي بيطلع الكوره من رجله وبيقف، وهتشوف دلوقتي. ثلاثة الكثافة العددية اللي بلال اتكلم عليها. بلال اتكلم على النقطة الأولى والثالثة، الكثافة العددية. الموسم اللي فات كانت الكرة العرضية بتتعمل وبتقول يا رب مثلا مين يبقى مكمل، بص في كل كرة هتلاقي فيه خمسة لعيبة داخل ال 18 في النادي الأهلي. لو الحالات جاهزة يلا نبدأ بيها. اتفضل يا سلام. ولا لعيب يا اسلام، بص هتلاقي ان ايه دي اول حالة اللي كانت في الدقيقة حوالي 13 او 14. طبعا زي ما بقول المساحة اللعب كل اللعيبه قريبه من بعض، هتلاقي التحرك وكله بيتحرك بعد الكوره. بص قفشه اتحرك، وحط عينك على قفشه راح فين، لان هنا الشيخ هيعمل فنت هيسيبها لقفشه اللي كان بادئ الهجمه، اتحطت لعمرو السوليه طلعوها. كام واحد لو رجعنا وعمرو السوليه بيعملها يا سمير، كام واحد في ال 18؟ عد كتير. كام واحد في ال 18 عند النادي الاهلي؟ بص الخطوط قريبه كلها من بعض. هم سته دول. الشيخ لما عمل فنت بص كام واحد في الحاله الهجوميه؟ ثلاثة هنا وثلاثة هناك، ستة في الحالة الهجومية. عند كثافة عددية كبيرة جدا كفيلة انها تلخبط اي دفاع. ادي اول حالة. الحالة الثانية بتاعة التحرك من غير كورة، محمد هاني كورة كانت في الجنب اليمين هتروح في الجنب الشمال. بص نزل يستلم جيرالدو، رجع لورا معلول، جيرالدو لعب وتحرك، خلي بالك اجاييه معلول لعب وتحرك اتحطت له، اجاي رجع لورا عشان يستلم. جيرالدو بص كله تحركات من غير كوره، اجاي دخل لجوه، عمرو السوليه دخل في العمق، وسع لمين؟ محمد هاني. لمحمد هاني اتلعبت لمين؟ لجيرالدو اللي كان في الطرف الشمال هنا. عفوا اجاي اللي كان في الطرف الشمال هناك. حتى الهجمه ما خلصتش، يعني بص كل كوره فيه كام لعيب في الحاله الهجوميه من لعيبه النادي الاهلي، وعدم الوقوف او دوري انتهى بعد ما طلعت الكوره من رجلي، لا خالص. دورك بيبدا بعد ما الكوره بتطلع من رجلك. دي اخر حاله في الحاله الهجوميه، برضو تحركات من غير كوره عمرو السوليه عملها للشيخ وتحرك في ظهر الشيخ، لمسه واحده من ديانج، جيرالدو حطها لمسه واحده لمعلول، معلول لمسه واحده لاجاييه، اجاييه لمسه واحده في الجول. السرعه، تقارب الخطوط ما بين بعض، الكثافه العدديه، كام لعيب في الحاله الهجوميه. الاهلي بيلعب كوره هجوميه في حته تانية خالص في الدوري المصري بصراحه. تمام. طيب الحالتين الدفاعيين اللي عندي بقى عشان يبقى خلص. طب اتفضل. اول حاجه اسلام حذرنا منها ان طلع الجيش هيشتغل على الهجمه المرتده، دي طبعا حاله كان الاهلي في الحاله الهجوميه مظبوط، هتتقطع من النادي الاهلي. بص القوه والتركيز على افساد الهجمه المرتده قبل ما تحصل. الهجمه كانت في رجل لعيبه النادي الاهلي، اتقطعت الهجمه. بص اوقف اوقف يا سمير، بص الناس، بص الناس جايه، كام واحد بيضغط، بص كام واحد بيضغط، ثلاثه وبعدين راحت في الطرف اليمين. بص في تصميم، بص تضييق المساحات والضغط اجبره طلائع الجيش على لغايه لما يرتب نفسه لورا، ان هو بص شكرا رجعت لمحمد بسام وحرمتهم من تنفيذ الهجمه المرتده. هنا بقى عندي فرصه ان انا ارجع واتمركز صح واقطع الكوره. يبقى ما فيش هجمه مرتده، ما بقتش فيه هجمه مرتده، واخدت فاول من اللونج بول كمان اللي هي بتبقى زي ما بنقول اسهل حاجه للمدافع. دي الحاله اللي التانية، لا هي كانت من قدام اللي هي حالة الضغط. يبقى سمير جابها لنا من البداية قوي. طلائع الجيش هو كان في الحالة الهجومية، طالما مستحوذ على الكورة يبقى في الحالة الهجومية. بص يا اسلام قفشة رايح يضغط، بص على الضغط بتاع جيرالدو وعمرو السولية، حط عينك على عمرو السولية، عمرو السولية مكمل جري، مش الأهلي قطع الكورة فوقف، لا، لأن هو كان ممكن يجيب جول على فكرة. عمرو السولية هنا ممكن لو مكلم قفشة ممكن يجيب جول، فإذا الأهلي دافع بالضغط ودافع كمان بإفساد الهجمة المرتدة. في حاجة كمان يا إسلام عايز أقولها، يمكن إحنا شفنا المباراة اللي فاتت كنا اتكلمنا قلنا ديانج هو اللي بياخد المهام الهجومية، النهاردة في تبديل، النهارده عمرو السوليه هو اللي بياخد المهام الهجوميه، وشفت تحركات ديانج في نص ملعب لما يكون عمرو السوليه هو اللي بيكمل في الحته الهجوميه، دايما قافل، يعني هو دايما الستاره بتاعت المهاجمين، يعني حتى لو شفت الكره اللي عمرو السوليه اللي اتكلم عليها تامر من شويه واتلعبت بالعرض هتلاقي يعني ديانج هو اللي ورا، هو اللي مقفل، هو اللي مقفل، لو هو اللي في الامام تلاقي عمرو هو اللي واقف، تلاقي عمرو السوليه، يعني دايما في، خد بالك، في دايما في يعني تناغم ما بين الاثنين، في انسجام ما بين الاثنين.